الفيلم ديال ناكي بدا مع كاتي اللي كانت جالسه مع الاصدقاء ديالها واللي كانوا كيستعملوا المخدرات وطلبوا منها حتى هي باش تاخذ واحد الحبه. في الاول ما كانتش باغا، ولكن بعد اقتنعت بالهضره ديالهم، خاصه ملي قالوا لها بلي هي غتحس بواحد السعاده ما كتضرش. وفعلا غير خدات كاتي دوك المخدرات طلع ليها هرمون السعاده ولا غير كتضحك وكتشطح. وملي داز النهار في العشيه رجعت كاتي هي وصاحبتها سلون للدار وطلعت مع صاحبتها للبيت ديالها الفوق. وسلون قالت لكاتي بلي هي فرحانه بزاف حيت من دابا شهر غادي يقدروا يمشيو بجوج بهم لامريكا. واحد شويه كنشوفوا كاتي دخلت عندها ماماها للبيت اللي قالت لبنتها بلي غدا غيجي خالك يديكم تباتوا عنده باش يوصلكم من بعد لذاك الطوبيس اللي كيدي للمزرعه، حيت كاتي وسلون غادي يمشيو يخدموا في ديك المزرعه باش يقدروا يجمعوا الفلوس تما ويحققوا داك الحلم ديالهم اللي هو السفر الى نيويورك. وماما كاتي قالت لبنتها بلي هي فرحانه بزاف بها حيت كتعتمد على راسها. والغد لي في الصباح ملي فاقوا البنات كيتي لقات ماماها غتسافر لكوبا وسلمت على البنات بجوج. وفي نفس الوقت الخال ديال كاتي اللي سميتو جونسون وصل باش يدي معاه البنات وجا موراهم بطونوبيلتو. وكانت سلون بحال عجبها الخال ديال كاتي وبقات كتسول فيه وعرفها جيسون على راسو وقال ليها بلي هو محقق وعنده خبره كبيره في الجرائم ديال القتيل ولكن هو دابا في عطله. وملي وصلوا للدار تعرفوا على جيما اللي رحبات بهم بزاف وراتهم البيت فين غينعسوا. وفي الصباح ملي فاقوا مشاو مع جيسون باش يوصلهم للمحطه ديال الطوبيس. وملي وصلهم لتما سولوا واحد الموظفه امتى غيجي الطوبيس، وديك السيده قالت لهم باللي باقي ليه ساعه المكانه عاد يجي. وملي خرجوا من تما لقاو جيسون باقي ما مشى كيتسناهم حدا الباب. وملي بغى يمشي بحالو وسكاتي وقال لها الا وصلتوا لديك الفيرما عيط عليا في التليفون باش نتاكد بانكم وصلتوا. وكاتي قالت لها انا صيفط لك غير ميساج، ولكن جيسون اكد عليها باش تصل به ويسمع الصوت ديالها. وصاها الى صيفطات ليه اي ميساج تكون فيه واحد الكلمه ديال السر باش يتاكد مزيان بلي هي اللي صيفطات ليه ذاك الميساج. والكلمه ديال السر غادي تكون ديال اخر ميساج اللي كتبته باول حرف، وكل ميساج من بعد كيكون فيها كلمه حسب الترتيب ديال الحروف. هنا كنعرفوا بلي جيسون هو واحد الشخص اللي مشكك بزاف. وملي كانوا دوك البنات واقفين مع جيسون دازوا من حداهم واحد جوج شبان اللي كانوا انيقين وبين عليهم بلي عجبهم دوك البنات. والبنات دخلوا للمطعم واحد شويه هما يلحقوا عليهم دوك الشباب بجوج اللي كانوا في الطوموبيل، واحد فيهم سميتو جاد والاخر سميتو لوكاس، وجلسوا مع البنات في الطبله وتعرفوا عليهم. والبنات حتى هما عرفوهم بسمياتهم المزورين اللي هي هيزر وهيبري، وطلبوا منهم باش يوصلوهم بالطوموبيل ديالهم. ولكن كاتي ما بغاتش وقالت لهم بلي هما غيتسناو الطوبيس يديهم، ولكن صاحبتها سلون شجعتها وقالت لها غير يلا نركبوا معاهم. وهكذا قروا باش يركبوا معاهم في الطوموبيل وركبوا كاملين في الجهه ديال القدام والبنات كانوا في الوسط. وبقاو كيهضروا مع بعضياتهم حتى وصلوا لديك الفيرما. وطلبات كاتي من جاد باش يوقف ولكن هو ما جاوبهاش عطاها النخال، وسولاتو مره اخرى واش غيدخل من شي بلاصه اخرى. وفي الاخر جاد جاوبها وقال لها غير صبري غتفهمي كلشي. وهنايا كاتي وسلون كانوا خايفين بزاف وحاسين براسهم بحال مخطوفين. واحد شويه هو يوقف جاد في واحد البلاصه وقال لهم لوكاس هذه الدار ديال عائلتنا اجيو تعرفوا عليهم. وكاتي وسلون كانوا ما مرتاحينش حتى شافوا واحد المرأة كبيرة اللي خرجت من ديك الدار ورحبات بهم. طلبت منهم باش يدخلوا لعندها باش ياكلوا شي حاجة، وديك السيدة قالت لهم بلي هي ماما لوكاس. وهنايا كنشوفوا جيسون اللي صيفط واحد الميساج لكاتي باش يسول فيها، وردات عليه كاتي وقالت لي بلي هما بخير وكسبت لي حتى ديك الكلمة ديال السر. من بعد ديك الأم وجدت لهم الماكلة، وملي بداو البنات كياكلوا حسوا بالدوخة. وملي عاقوا بلي الماكلة فيها شي حاجة وضربوها بجرية باش يهربوا من ديك الدار، ولكن جادو لوكاس جراو موراهم وشدوهم. والغد ليه ملي فاقت كاتي وسلون لقاو راسهم عريانين وكاينين فواحد البلاصه اللي هي غريبه، وكانوا مربوطين بالحديد والدات ديالهم كامله فيها الزرقيه والاطراس. وكاتي كانت مرعوبه بزاف وخايفه لا يقتلوها. واحد شويه هما يبان ليهم جاد اللي جاي لعندهم وقال ليهم غوتوا كيما بغيتوا راه حتى شي واحد ما غادي يسمعكم حيت هاد البلاصه بعيده بزاف ومهجوره. وقال لهم الا بغيتوا تبقاو حيين سمعوا الهضره ديالي كامله وطبقوها. واحد شويه هو يجي عندهم الرئيس للعصابه اللي سميتو بوريس. من بعد اعتذر بوريس للبنات على داكشي اللي طرا فيهم. من بعد قال الكاتب لي واحد الميساج وصل ليها من واحد سميتو جيسون، وقالت ليه كاتب لي هذاك خالها. وسولها بوريس علاش كتبات الكلمه ديال التفاحه في الاخر ديال الميساج، وقال لها يمكن هذه الكلمه ديال السر. وقالت ليه كاتب فعلا هذه الكلمه ديال السر فعلا، ولكن ما قالتش ليه بلي خصات هاد الكلمة تبدل مع كل ميساج كتصيفطو. وهنايا مشى بوريس جاوب على الميساج ديال جيسون وكتب تما بلي كلشي غادي مزيان. وملي سالا الميساج كتب في الاخر ديالو الكلمة ديال التفاحة. وقف عليهم جاد ولوكاس وواحد الراجل كلهم بزعوا للبنات باش يدوشوا قدامهم عريانين. وكان جاد كيهددهم بواحد الكلاطة وتفاجئوا بواحد الراجل اللي كان شافهم من البعد واللي كان عنده الفردي
وجرت لعندو كاتي وسلون وطلبوا منه المساعدة وقال لي بليهما مخطوفين. ولكن واحد شوية كان لقاو داك الرجل اللي مشى عند جادو لوكاس وكيهضر معاهم وكيبان لنا بلي هو واحد من دوك العصابة. وداك الرجل قال لجاد بلي البنات بجوج بهم زوينين وحار شكون فيهم اللي غيختار، ونصحو جاد وقال ليه تمتع بهم بجوج بهم. واحد شوية كنشوفو الرجل دخل عند كاتي واغتصبها، واحد شوية هو يجي واحد الرجل اخر واختار سلون وحتى هي اغتصبها، عذبها مزيان وحرق الدات ديالها كاملة بالكارو. وهنايا كيبان لنا لوكاس اللي كان مقلق وما عجبوش الحال هذا الشيء كاع اللي طرى للبنات. وهنايا كنشوفو جيسون اللي كان مقلق بزاف. البنات كاع ما صيفطوا لي حتى شي ميساج كما اتفقوا معاه، ولكن صاحبته جين قالت لي غير كون هاني وقالت لي بلي يلاه صيفط واحد الميساج وبلي هما كلشي بخير. ولكن هو كان مقلق ودخلوا الوسواس، حين ديك الكلمه ديال السر كاع ما تبدلات كما اتفق معاهم. مشى اتصل بدوك الفيرما اللي كانوا غاديين ليها باش يخدموا تما، وعرف منهم بلي البنات كاع ما وصلوا لتما، وهكذا تاكد بلي هما في خطر وقرر باش يمشي يقلب عليهم. ونرجعوا للبنات اللي كانوا مازال كيعذبوا فيهم دوك المجرمين وغطاو ليهم عينيهم. واحد شويه هو يبان قدامهم واحد الراجل اللي كان لابس واحد القناع اللي كان كيخوف، وبقاو كيغوصوا حيت تخلعوا وخافوا منه بزاف. وداك الراجل اختار سلون ومشى اغتصبها، وجيسون مشى عند البوليس باش يشكي بلي البنات تخطفوا، وطلب منهم باش يتلاقى مع الضابط اندريس. وهنايا كنعرفوا بلي حتى هو واحد من دوك العصابه، وقال ليه جيسون بلي كيشك بلي البنات تخطفوا. ولكن داك الضابط بغى يدوخو في الهضره وقال ليه البنات في هذا السن كيتعرفوا على بزاف ديال الصداقات الجداد. وهنايا اندريس قال له غير كون هاني احنا غنديروا الجهد ديالنا ونقلبوا عليهم في هذه الفيرما. من بعد كنشوفوا بوريس اللي رجع عند البنات وكان كيهضر مع جاد غير بشويه، وهما خايفين يتورطوا في هذا الشيء، وقال لي هاد البنات خصنا نقتلوهم قبل ما نشوهو، والشاف ديالهم وصاهم باش ما يقربوش ليهم حتى يجي داك الضابط. من بعد مشاو فحالهم وبقى معاهم غير واحد من دوك العصابه اللي حاضيهم اللي باين عليه بلي هو مريض نفساني، وتقربت منه كاتب العاني باش تغريه، وملي قربت لعندو عداتو في رقبته حتى مات. وهكذا قدروا البنات يفتحوا داك المينوت اللي كان في يديهم ويهربوا من ديك البلاصه. ملي جا داك الضابط شاف الجثه ديال داك الراجل ملي مسيبه في الارض والبنات هربوا، وكان قلبهم عامر بزاف وقروا باش ينتقموا منهم. داكشي علاش مشاو نيشان لواحد السوبر مارشي باش يشريو كاع داكشي اللي غيحتاجو باش ينتقموا منهم. وكاتي وسلون قروا باش ينتقم من بوريس حيت هو الرئيس ديال العصابه وباللي غيبداو به هو، ومشاو عندو لدارو. وعلى غفله تفاجأ بدوك البنات وضربوه بالمصابر في وجهه حتى تشوه، من بعد كتفوه وبقاو كيعذبوا فيه، وبقى كيطلب فيهم باش يطلقوه وراهم حتى البلاصه فين كيخبي الفلوس. وجاب سكاتي داك الصندوق اللي فيه الفلوس، من بعد سولوه فين غيلقاو داك الراجل اللي كان داير الماسك. اتفقوا معاه الا نعت ليهم البلاصه ديالو راه ما غاديش يقتلوه، ولكن هو ما بغاش يعترف ليهم بالبلاصه ديالو. وكاتي وسلون بقاو كيعذبوا فيه وكيقطعوا اللحم ديالو حتى قرب يموت وخلوه. كاتي وسلون كانوا في الطريق ديالهم باش يقتلوا داك الراجل اللي كان داير القناع، وعرفوا بلي هو دابا في الكنيسه، وضربات كاتي في ظهره بواحد العصا حتى سخف. من بعد داوه لواحد الخلا، من بعد ما عذبوه مزيان بالضرب والسليخ، من بعد خوا فوق منه المازوط وشعلوا فيه العافيه وقتلوه. وهنا كنرجعوا داك الضابط كان فرحان حيت معاه جوج بنات لداخل وبلي هو غادي ينشط معاهم مزيان. ولكن هو تفاجئ بزاف ملي لقى كاتي وسلون واقفين قدامه، وتشلط ما عارف ما يدير، وسولوه البنات اش من طريقه اللي كيفضل باش يموت بها. دوك البنات قرروا باش يعذبوه مزيان ويتكرفصوا عليه قبل ما يقتلوه بالرصاص، واتفقوا باش يمشيو لديك الدار اللي فيها ماما لوكاس وجاد واللي عطاتهم المخدر في الاول. وملي وصلوا تما حتى هما حطوا ليها المخدر في داك الشرب اللي كتشرب حتى دخلت. وملي فاقت لقات جاد مكتفين حتى هو وقتلوه ليها قدام عينيها، وكتفوا حتى لوكاس ولكن طلب منهم باش يسمحوا ليه وبلي هو ما كانش موافق على هذا الشيء اللي كيطرى كامل، وقالوا ليه حنا موافقين ولكن بشرط تقتل امك. ولكن هو ما قدرش يديرها، من بعد تيروا فيه وقتلوه حتى هو ومسحوا البصمات ديالهم من داك الفردي وخلاو لوكاس يضرب به راسه مره اخرى. وداتهم ديك الام بلي هما ما غاديش يهربوا بهذا الشيء اللي داروا. ودوك البنات قالوا ليها بلي الناس كاملين غادي يعرفوا بلي لوكاس كيتاجر في الجنس، وبلي هو من بعد ما قتل 6 الناس انتحر، وهكذا الجريمه لبساه وتا واحد ما غيشك فيهم هما حيت هما مطورين وما خلاو حتى اثر ديالهم. من بعد قرروا دوك البنات باش يقطعوا ديك الام بواحد الماكينه اللي كانت ماضيه مزيان وخلاوها ومشاو فحالهم. ومن بعد كنشوفوا البنات اللي رجعوا لدارهم ورجعوا للحياه ديالهم الطبيعيه من بعد ما قتلوا وانتقموا من داك المجرمين اللي خطفوهم واغتصبوهم. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.